سن بدايته كان مطفان ولمع الدنيا واتغير وعاش في الحياة صدفة نبدا. انا اول حاجه كان اول عمل ليا كان سيت كوم 11 ميدان التحرير، كان انتاج شركه بركه وان ويب اللي عامله الريان واهل كايرو. بعدها عملت لقاءات تلفزيونيه مع برامج، بعدها عملت كليب مات الضمير، وابتديت بقى ان انا اتجه للون الشعبي شويه لان كان منتشر اكتر وانا فرقه استعراضيه وكده. فبعد كده ابتديت خلال الفتره اللي هي ابتديت نعمل اغاني بقى اللي هي مايل للون الشرقي شويه، كان لون جديد عليا بس يعني مطلوب ان المطرب يكون منوع من كل حاجه. بنبوي تضر وتقبض سني بدايته كان مطفر ولمع الدنيا واتغير وعاش في الحياه صدفه ضميره عايش على المحاليل اوسكار واخدها في التمثيل ولو في يوم يقول نكته يكون بايت ودمه. انا بفكر ان انا اتجه بقى للطرب شويه، ان انا اعمل حاجه مميزه تلفت النظر ليا، حاجه تثبت ان محمود بيغني ومش مجرد ان هو ممثل او كده، لا هو الطرب الاول يوصله للناس، بعد كده لو الناس قبلوك في شيء هيبقى لك في اي شيء. كلام الخلق مش فارق، مفيش داعي تعيش مسنود عشان الرزق على الخارج، نسيب الشغل على المفهوم.